رعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة سياتل الأمريكية حفل توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العامودية في المملكة العربية السعودية بالاضافة الى نقل تقنية دمج الاسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الامداد لقطع الغيار داخل المملكة وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030 واعلان سموه توطين 50% من الانفاق العسكري